اخويا ديجا نتمنى له النجاح ان شاء الله، وهذه باذن الله راح يفرح كل جزائري ماشي الا منطقه الصيف، ونظن هو راه محضر لهذا الشيء ومام يديكوفريو لي جون لا بوكس باسكو لي جون ما يتبعوا غير الا الفوتبول. نتمنى له النجاح ونتمنى ان شاء الله لي زوتوريتي على راسهم سيد الوالي اللي جا هنا يحب الكره ويحب الرياضه اون جينيرال، ان شاء الله يزيدوا يعاونوه بور دوتر كومبا، ويفو با يخليوها يلتاو غير بكره القدم، لازم شويه يشوفوا شويه لهاد لا ديسيبلين كي نوبل، ان شاء الله ينجح كانتك ان شاء الله. السلام عليكم، اولا نرحبوا بشيخنا علي بن شيخ وجميع الضيوف تاعنا هنا في حفل افتتاح تاع مقر نادي ويفاك ستيف. بالمناسبه هذه نوجه لهم الدعوه باش يكونوا حاضرين يوم 3 نوفمبر ان شاء الله بقاعه الفوستا مسكن، ان شاء الله باش نتحدوا كله ونديروا سهره مليحه في الملاكمه ويكتشفوا معنا رياضه الفن النبيل، والدعوه موجهه للجميع من المنبر تاعكم. يعطيكم الصحه.